والشباب. هاشك مدرب الفريق الأزرق كانت أتحدث في مؤتمر صحفي، متابع ماذا قال. ما نعرفش منين جاتك المعلومة هذه، ومصدر المعلومة متاعك خطأ. أول مرة نسمع بالحكاية هذه. ما ثماش اللعيبة ما عمرها ما اللعيبة تفرض علي ولا تقترح علي بشكونش اللاعب، أن اللاعب اللعيبة جاهزين في التمارين. سعد كان اجتهد في التمارين وكان متميز، اشتغل بشغل كويس في التمارين. التغييرات اللي صارت في التشكيلة في حالات اللي كانت تغييرات اضطرارية نتيجة بعض الإصابات اللي صارت في اللعيبة الفترة الأخيرة، بعض اللاعبين مصابين. كي تبدأ عندك لعيبة مصابين مضطر باش ما تثبتش على تشكيلة واضحة. سبب المباراة كانت سيئة ونعترف اللي هي كانت سيئة، لكن مش هذاك السبب. المجموعة الكل في الهلال عندها نفس القيمة، عندها نفس القدر من العطاء. يعني بكو دي ماتش maintenant que qui on va jouer les matchs importants il faut que tout le monde. خسرنا نقطتين ضد رايد في مباراة اللي كنا يلزمنا نظهر بمستوى ومردود افضل من هذيك، لكن توا مباراة الرايد دخلت للتاريخ. احنا يلزمنا نغير الصورة، نغير ردة الفعل بالانتصارات بالمباريات القادمة. شيء منطقي بعد مباراة نتاع الرايد وما كناش في مستوى طيب، بطبيعة الحال حق الجمهور باش ينتقد الوجه اللي ظهر به الفريق. حديث مدرب الهلال قبيل مواجهة فريق الأنصار، هي مباراة من طرف واحد؟ طبعا من طرف واحد. الهلال الآن ليس أمامه يعني من خيارات سوى أنه يحافظ على المركز الثالث. أي تراخي للهلال الاتفاق ممكن يسحب منه المركز الثالث. الهلال يجب أن يلعب بجدية، يعني بطولة الدوري تقريبا نقول يعني أمل الهلال فيه لا يتجاوز 10% أو 15%. الآن الخيار الموجود أمام الهلاليين هو المركز الثالث والمحافظة على المركز الثالث حتى لا يأتي الاتفاق من الخلف ويسحب منهم هذا المركز ويذهبوا هم في نص المقعد ويدخلوا في